السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مرت مراسم تتويجات الكاف هنا بالمغرب على احسن ما يرام، كان داك الشيء رائع، كانت تغطيه رائعه لهذا الحدث اللي كيدار لثاني مره بالمملكه المغربيه. 5 تتويجات للمغرب، احسن منتخب افريقي، افضل مدرب افريقي، افضل حارس افريقي، افضل لاعبه افريقيه وامهر لاعبه افريقيه فاطمه تاغناوت، وافضل لاعبه شابه وهي المدافعه القويه ياسمين. ولكن احنا كمغاربه كيبقى هذا هو اعظم تتويج للمغرب في هذا الحفل، صاحب الدراجة الهوائية سي محمد عقيل. فألف تحية لكل من ساهم في هذا الحفل ديال جوائز الكاف بمدينة مراكش للمرة الثانية تواليا بالمملكة المغربية. وهنا غادي نوجه رسالة مباشرة للسيد فوزي القجع، هادشي ديال التنظيم وهادشي ديال الجوائز راه عجبنا. العام اللي فات كان في الرباط، هذا العام كان في مراكش وطنجة. ايوا سيدي العام الجاي طنجة سيدي، والناس ديال طنجة ما عليهمش الله ولا عصبروا، الناس ديال اكادير عصبروا، ثاني العام اللي موراها ان شاء الله عندكم جمعة. اخويا عطانا الله نتبارضوا وسيدي مالنا، اللي ما عجبو حاليش فرقع سيدي، اللي ما عجبناه نفقصوه. السيد فوزي القجع راه الناس ديال طنجة راه ما عجبهمش الحال، هذا قال لك سيدي الرباط مراكش دابا النوبة ديالنا، اش حنا نديروا حقنا سيدي، العام الجاي جاني الجوائز ديال افريقيا ان شاء الله عندنا، اش الافارقة عاد دوخهم مرة، يقول لك مرة في الرباط، مرة في مراكش، مرة في طنجة، اودي القجع تكايس علينا. فاللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك، قال لك عطاك العاطي ما تحرج ما تواطي. سيدي شي ناس باقيين كيزاينوا، واقي تزاينين قلت لك هذيك الشويه اللي جواهم رجع، واقي قلت لك ماكينه عن الحيط والبكا، هذاك راه ماشي حفل، وهذاك راه حلف، داروا علينا حلف، حيدونا، داروا لنا، فعلوا لنا، ضربونا وجهنا مع الارض. واحد يوم قال لك لا سيدي راه هما كيعاقبونا حيت حنا هزينا العالم ديال فلسطين، قال لك رياض محرز شي نهار هزوا في الانجليزي، ودي راه حنا هزيناه في كاس العالم، واللعابه ديال المغرب كامل تصوروا به، هذا كاس العالم اللي تفرج فيه العالم كامل، المغاربه هزوا العالم ديال فلسطين، وهاني عندهم، عاد انتوما اللي مراضوا كتشاجروا بهذ القضيه، ما حنا ما كنتشاجروش بها، ما نقولوها ما والو، ضروري دخلوا لك فلسطين واسرائيل، ودير حنا في كره القدم، جاب اسرائيل جاني الكاف، امساخي كيبقاو يترنحوا، اللي جات فمهم يخرجوها، اللي جات فمهم يقولوها، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الزينين ديالكم راه زينه سيدي، برعونا. الواعره يمني قال له ولكن راه عجبني وليد مصدي، انسحاب تاريخي. الهروب ولا انسحاب تاريخي، واخا العقل البشري واخا. خليكم تضحكوا شويه من الاعلام الجزائري باقي كيترنح. كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، ناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. سميت ما قامت به الاتحاديه الافريقيه لكره القدم بالفضيحه، يبدو انك كنت لطيفا مع هذه الهيئه الكرويه الفاسده التي لا تتسم باي موضوعيه بل وتتفنن بالظلم والفضائح اللامتناهيه. لطفي من لطف رياض يا عماد. انت سميت ما 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 يعني ما حدث منذ قليل في الاراضي المغربيه بالحفل، انا اقلب الحروف واقول لك هو حلف وليس حفل. لماذا؟ هذا حلف على الروح الرياضيه وعلى الميثاق الاولمبي، هذه فضيحه اخلاقيه لم تشهدها الكره العالميه منذ نشاه ذلك الجلد المنفوخ ووضعه على البساط الاخضر. في هذا الحفل يا عماد العالم وليس البلاطو الجزائري او المتابعين والمحللين الجزائريين، العالم راوا باعينهم الذئب وهو يحلب تلك النمله ويشرب منها لبنا وحليبا. اي لبن واي حليب من النمله؟ حليب الافارقه الذين التفوا حول جلدتهم. هذه القاره يا عماد عانت الويلين من الاستعمار من طرف عديد الدول الأوروبية، من فرنسيين وبريطانيين وبرتغاليين وإسبان وإيطاليين. اليوم نشهد بعدما عانينا من الأبارتايد والعبودية في هذه القارة السمراء، اليوم يعني من بني جلدة هذه القارة نشهد انقلاب على الأخلاق. عنوانه أنت سميته منذ قليل مع ناصر مسرحية مكتملة الأطوار. أنا أقول لك يا عماد هذه مسرحية يا عماد وسخة وبدون شرف لأشرف. هذه المسرحية لا صلاح فيها لصلاح الكاف، كاف الكذب والبهتان يا عماد. أي تصويت هذا الفاقد لحكمة حكيمي ولبصيرة أوسيمين المصابة بفقدان البصيرة وليس ببصر العينين. ما شهدته إفريقيا في هذا الحلف وليس الحفل هو انقلاب على الروح الرياضية والأخلاق، والرياضة في نهاية المطاف هي أخلاق وروح رياضية وليس أكثر من ذلك.
ما 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 شهده اتحاد العاصمة. البعض توقف عند اتحاد العاصمة ورياض محرز، أنا أضيف لك المنتخب الوطني الجزائري. كيف لمنتخب كان بدون هزيمة في الموسم الجاري، وكان أحسن منتخب في التصفيات المؤهلة لدورة هذه القارة وليس لدورة كأس العالم وما إلى ذلك، يعني في إذا في تحدثنا عن غامبيا أقل شيء، يعني إذا تحدثنا عن حتى المغرب يا عماد، حتى المغرب والسنغال لم تضاهي الجزائر في هذا الموسم. هذا حفل حلف على ما إنجازات هذا الموسم. نحن لا نتحدث على إنجازات الماضية لكأس إفريقيا والمشاركة المونديالية وما إلى ذلك. هذا الموسم المنتخب الوطني الجزائري كان المنتخب الإفريقي الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة. كان أحسن منتخب من حيث عدد النقاط التي حصدها في التصفيات المؤهلة قبل الأوان لنهايات كأس إفريقيا. فإذا بهم يغيبون عريس هذا الحلف اللي هو محرز، ويغيبون عائلة العريس اللي هي المنتخب الوطني، ويغيبون مدعوين هذا الحفل اللي هو اتحاد العاصمة. ربما غيبوا عريس الحفل وأحضروا عريس الحلف. عريس الحلف هكذا. لذلك عندما لا نجد اتحاد العاصمة الذي فاز بلقبين، يعني من بين الفرق الثلاثة التي رشحت لنيل لقب أحسن فريق، ولا فريق نال كأسين. الاتحاد العاصمة هو الفريق الوحيد الإفريقي الذي رفع كأسين خلال هذا الموسم. أيعقل أن لا نجده في هذا الحلف؟ أنا متأكد من شيء آخر يا عماد، عندما يغيب رياض ويغيب الخضر ويغيب اتحاد العاصمة، هذا تعفف من بلد يحسن أداء الكرة، ومن بلد رفع الكؤوس، ومن بلد كان له يعني قطار في الكرة العالمية قاده الملك الكنترول الذي هو رياض محرز. اليوم رياض محرز لا يتفوق على الأفارقة، بل يتفوق على نجوم عالميين في بعض الخصائص الفنية وفي بعض الأرقام، وأمين بعد قليل سوف يزودنا بما يمتلكه محرز خلال هذا الموسم. عندما يغيب هذا الثلاثي الخضر ورياض والاتحاد، هذا تعفف منا على حضور هذا الحلف وليس الحفل. اسميته بالحلف نصر بويش. ربما بكل بساطة الجزائر كاتحادية كروية غير متواجدة في هذا الحلف، لذلك ربما هي غير متواجدة على مستوى جوائز هذا الاتحاد الافريقي. ما تكونش عندك، ما عندكش كيفاش ان ريبريزونطاسيون كيما نقولوا في لاكاف التنفيذ، ما عندك رجال، ما عندكش الناس اللي وراءك في هذا الداخل هذه الهيئه هذه، اكيد انك يقدروا يديروا فيك واش يحبوا. انا شفنا في عده مناسبات وين تكون فرصه كيما قلت لك في بدايه الحصه، تكون فرصه باش يكسروا الجزائر وكره القدم الجزائريه، ما فهمت كيف با سون امبيشي كيما نقولوا. لكن انا نظن في هذا نزيد لك حاجه أكثر، أنا فكرة تاعي على كل حال لما تساند القضية الفلسطينية. صحيح. أيضا صحيح. لأن اللوبيات هذه اللي تعمل في الكاف وتعمل خارج الكاف وتساند لوبيات أخرى، نظن أنه لما رياض محرز يكون بالراية الفلسطينية في كل مرة، لما أنصار اتحاد العاصمة يديروا التيفو حتى اللاعبين ايضا مساندة للقضية الفلسطينية، المنتخب الوطني في نيلسون مانديلا، الجماهير وكل اللاعبين وراء القضية الفلسطينية، انا نظن تخلصها مباشرة او غير مباشرة في اول فرصة. لكن الحمد لله احنا نقعدوا على مواقفنا ان شاء الله كجزائريين وك وطن جزائري وراء القضية الفلسطينية. أنا يا رأيي الشخصي سبب يعني أساسي أننا لأنه أنت قلت لك محرز أحسن لاعب والإحصائيات من حياتهم منا، لكن مالك الكنترول كما قالك أنت، كاين لاعب في إفريقيا كما رياض محرز ما كانش، نقولها بكل صراحة. أنت ساديو ماني شفنا، ربما محمد صلاح، لكن هاد الثلاثي أوكي نكون، لكن يكون هاد الثلاثي في الجوائز من بعد على فان الى الدها واحد اوسيمان و تكومباري اوسيمان برياض محرز. لا اوسيمان لاعب عادي متوج فقط مع نابولي بلقب، لا تفوز بثلاثيه تشامبيونز ليغ بريمير ليغ كل الالقاب هذه ما كاش، تمنى من السهل تفوز بالبريمير. نزيد نروح لك بيب غوارديولا، امس بيب غوارديولا دار تصريحات صحيح. من
حتى هذا بيب غوارديولا يا اخي اللي نوتر كيما نقولوا مدرب في العالم ماشي احسن مدرب ماشي مدرب غوارديولا هو مخترع الاسلوب اساليب لعب الناس ربما تقول لك غوارديولا مدرب ماشي مدرب غوارديولا او فيلسوف في كره القدم ستان كرياتور دو سيستم غوارديولا يكري دي سيستم ماشي مدرب تكري ان سيستم دو جو قال في رياض محرز كلام جميل امس لا اشتغل معاه خدم معاه انت كيفاش ماشي مهبول قال ما كنتش حاب يروح رياض محرز وغوندوغان اللي برشلونه الستيل الستيل تاع لاعب غوندوغان كاين واحد في العالم والستيل تاع رياض محرز كاين واحد في العالم اكيد انك غوارديولا يقول لك هاد اللاعبين كنت مازالني نحتاجهم في سيتي نشوفوا سيتي هذا الموسم يعاني ماشي سيتي تاع الموسم الماضي لكن لو بروفيل تاع هاد اللاعبين كسوا غوندوغان ولا كسوا رياض محرز قال لا ما كانش في العالم ربما رياض محرز الشهادة الوحيدة من قبل مدرب في فريقه السابق ربما التي تكون ربما إيجابية كل اللاعبين ربما انتهت مسيرتهم في أوروبا انتقلوا إلى السعودية إلا رياض محرز كانت عنده إمكانية كبيرة أنه يبقى مع السيتي ويلعب ربما أدوار أولى لكنه فضل شو عماد هذاك رأيه هذاك صدر ديزيزيون تاعه الشخصية يعني احنا نتكلموا تقنيا في كرة القدم ما نخرجوش هما بعد الخيار تاعهم مشى للسعودية ولا رياض هو يعلم هذا حتى غوارديولا كي تكلم معاه سير ما يكون قال له راك فري كيما نقول لك راك ليبر تخير اي قرار تخيرو اون ريسبكت القرار تاعك الا مشى لكن هضر لك تقنيا لما شهاده من بيب غوارديولا تسوى كل جوائز اللي راهي تعطى الان وانا متاكد بان ما سوف يعانيه الخضر سواء في كاس امم افريقيا القادمه وسجل عندك هذا التصريح وسوف نعود اليه بعد شهر ونصف ما سوف يعانيه الخضر من تهميش وحقره على مستوى التحكيم الافريقي سواء في الدور النهائيه او في التصفيات المؤهله للمونديال سوف يكون امر جد مخجل لهذه القاره التي اخجلتنا بالانتماء اليها وفق هذا المكتب التنفيذي لهذه المافيا التي يعني اختطفت الكرة الإفريقية في نهاية المطاف. تتحدث عن المنتخب الجزائري نصر بوش أي سيناريو ينتظر المنتخب الجزائري في كان كوت ديفوار؟ لا نريد أن نستبق الأحداث ولكن وفق المعطيات الحالية ووفق الاستهداف الذي تعانيه الجزائر في كل مرة ربما الجزائر ستعاني الكثير والكثير في كأس إفريقيا 2023. والله ما نحبوش نهضروا على نية لأنه بلا هذا الشيء هذا كامل احنا نعرفوا أنه المنتخب الجزائري يعيش كيفاش نقولوا فترات مثل هذه لأنه فيها كيفاش نقولوا ما راكش تلعب في ظروف قبل ما واش نتكلم هذا اللي نتكلموا عليه ولا اللي تكلم عليه فريد انه المنتخب من صعوبات في النهائيات هو باغ اكزومبل التحكيم على كل حال مانيش حاب نتكلم على هذه الاشياء هذه لكن كيما نقولوا كيفو فيغ اتونسيون لازم مره اخرى كيما قال فريد ما ندخلوش في هذا لو جو هذايا اللي ربما يفانو بيناليزي دونك نقعدوا كونسونتري ومادا بيا انا ما نتكلموش ميم كيما قلت الناخب الوطني او الاعلام الجزائري او نقولوا رئيس الاتحاديه ما يروحش بعيد فاحنا عندنا فكره عندنا النظره تاعنا قلنا واش قلنا ونا دينونسي هذه الحقره هذه باسكو حقره دونك ما لازمش نعطيهم اوكور تما كيما نقولوا الحطبه باش يضربونا فهمت صح ولو انه وليد صادي امس كان جد مباشر في تصريحاته قال لن احضر حفل توزيع جوائز الكره الذهبيه في مراكش بالمغرب وابلغت الكاف بغيابي قبل يومين قال ايضا باذن الله لن يكون اي جزائري في الحفل تضامنا مع محرز واتحاد العاصمه لا الحمد لله ما كاين حتى جزائري اكيد انت لما تشوف حقر كيفاش تحقرني ونجي ليك ولا ممنوع انا نقول له واحد ما يروح انا لانه لما امين تكلم لي على بن شيخ شوف بن شيخه ولا كل لاعبين قدماء ولا اللاعبين الحاليين ولا لما تلحق الى الجزائر خط احمر يعني لازم ديالنا نقولوها بكل صراحه لما تلحق وتقيس الجزائر ككل ولا رياضيا خط احمر الى تفتو فهمت ممنوع بتا فهمت كيفاش واضح كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم تعليقات ما خلوش عليه بالراي ديالكم الناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيبعد نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب